في ذات السياق قام سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات ووزير النقل السعودي سليمان بن عبد الله الحمدان ورئيس هيئة الطيران المدني بدولة الإمارات سيف السويدي والمهندس هاني العدوي رئيس سلطة الطيران المدني بجمهورية مصر العربية بزيارة إلى مقر منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو بمدينة مونتريال الكندية. وأكد الوفد لدى لقائه الأمين العام للمنظمة ومجموعة من مديري الإدارات في المنظمة أن الإجراءات المتخذة بحق دولة قطر بسبب دعمها للإرهاب قانونية ومستمدة من حقوق الدول الأربع السيادية المنبثقة من القانون الدولي والمتوافقة مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله. كما قام الوفد بتفنيد كل الادعاءات القطرية محاولة تضليل المنظمات بمعلومات غير صحيحة حول الوضع الراهن التي لا زالت الدوحة تروجها على أعضاء مجلس إدارة المنظمة وأمانتها العامة. وقدم الوفد ما يثبت عدم صحتها ومن خلال الخرائط والبيانات الدقيقة والتي توضح حركة الملاحة الجوية للطائرات القطرية في المسارات الدولية والمجال الجوي في الدول الأخرى. وقد كشفت قائمة الأفراد والكيانات الإرهابية المدعومة من قطر والتي أصدرتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية عن تنظيمات إرهابية بحرينية تتلقى الدعم والإسناد من قطر وتهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.